السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة إن شاء الله هنتكلم على موضوع مهم، اللي هو هنديكم شوية معلومات عن القاطع المنزلي وإزاي أقدر أختاره على حسب الأحمال اللي موجودة عندي في البيت، وإيه الأنواع منها، وإيه اللي ممكن يركب عندي في البيت وإيه اللي مش ممكن يركب عندي في البيت خالص. جاهزين يا جماعة ناخد شوية المعلومات دول؟ يلا بينا نبدأ إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. عايزين بس نقول في الأول كده يا جماعة إن إحنا عندنا كذا نوع من الشارت سيركت بريكر أو المفاتيح اللي بتستخدم عندنا في البيت. في بعض مننا بيستخدم المفاتيح ديت وبيعتبر إن هي في البيت عنده بس لمجرد إن هو يفصل ويوصل منها. طبعا دي من ضمن المهام بتاعتها ان انا بفصل بوصل منها، بس مهم لازم نعرف ان في بعض البيانات اللي بتبقى مكتوبه عليها اللي احنا لازم ابقى عارف انا جايبها ليه وهشغل بيها ايه. يعني ما ينفعش اي مفتاح من ده اشغل بيه ماتور عندي، او اشغل بيه الدفايه، او اشغل بيه الغساله. لازم في نوع معين بيبقى للحاجات ديت، لان ده اختاره صح وابقى فاهم انا مركبه لايه، ربنا يفاديني ان انا ممكن تحصل عندي حرايق سلك او ماس كهربي، او ممكن يبقى في عندي مشاكل من الماس الكهربي زي ما احنا بنسمع كتير، يعني ربنا يعافينا. رقم اتنين، ما ينفعش يحصل عندي ان في منتشر من ده يحصل فيه مشكله اجي شايل ورميه واجيب واحد غيره بامبير اعلى او امبير اقل. دي بس كنت حابب اقول الموضوع ده كمقدمه. يعني هنتكلم دلوقتي على انواعهم بيبقى ليه، في منهم قاطع حراري وفي منهم قاطع مغناطيسي، تمام؟ ليه وفي منهم الاثنين، يعني بيبقى فيه الحمايتين، وده بيبقى عبارة عن الرمز اللي بيبقى مرسوم عليه. يعني انا مثلا لو حابب اعرف المينيتشر اللي قدامنا كده، لو احنا مثلا نقول النيم بليت بتاعته هنقول ده مارلين، هنجيب ان دوت رقم الموديل بتاعه السي 40 دي. يعني الراجل هنا بيقول لنا ان هو ده من انهي حماية فيهم، اللي هي الحماية الـ40 اللي بتبقى موجودة عندي ديت بتمثلها الحماية السي ديت، اللي هي بالنسبة لي الحماية المغناطيسية. هل هو من النوع السي؟ وفي منهم تاني بيبقى مكتوب عليه دي، وفي بيبقى مكتوب عليه بي، تمام؟ يبقى رقم الـ10 ده اللي هو بيكلمني على الامبير بتاعي، والحرف ده اللي بيكلمني على الحماية المغناطيسية بتاعتي هي من انهي نوع. طيب طالما دخلنا في موضوع البي ده، طيب البي ده بقى عبارة عن ايه؟ يعني انا دلوقتي لما اجي، طبعا هو عشان انا الموجودين عندي معظمهم سي، يعني مثلا ده بنتكلم في 6، ده بنتكلم في سي 40، ده بنتكلم في سي 16. زي ما احنا اتفقنا ان السي دي اللي هي الحماية المغناطيسية بتاعتي، وان الرقم اللي هو الـ40 ده بيبقى الامبير بتاعي، تمام كده؟ والحماية المغناطيسية اتفقنا اللي هي بتبقى حماية شورت سيركت، ولكن الحماية الحرارية دي بتبقى حماية الاوفر لود. طيب احنا هنا لو هنيجي نتكلم على البي مثلا بدل السي دي بقى، يعني مثلا خلينا نتكلم في البي لان انا مش موجوده معايا دلوقتي البي. طيب البي هنا بيقول لنا ان تيار الفصل بتاعه من 3 لـ5 اضعاف. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو هنتكلم ان ده
10 امبير، هو هنا عندنا ده 40 امبير، تمام. لو هنتكلم ان ده 10 امبير يبقى هيفصل من 30 ل 50 امبير، في الحدود اللي هي بتاعت من 30 ل 50 امبير. طب ده انا هستخدمه في ايه؟ هستخدمه عندي في السخان، هستخدمه عندي في الاناره العاديه اللي هي اللمبات العاديه اللي عندي في البيت، ولكن مش اللمبات اللي فيها ترانسات او بالاست او الحاجات دي كلها، تمام. طيب يبقى انا لو هاجي اركب للمطبخ او للحمام اجي اركب اللي هو يكون مكتوب عليه البي. طيب لو انا عايز اتكلم بقى على النوع التاني او العيار التاني اللي هو بيبقى مكتوب عليه السي، اللي هو زي اللي معانا ده دلوقتي، ده بنتكلم من 5 ل 10 اضعاف تيارة، تمام. يعني برضو 10 امبير عشان لسهولة الحسابات بس. يبقى ده لو بنتكلم اللي هو في 10 امبير يعني بنتكلم من 50 ل 100 ضعف، تمام. يعني التيار في الرينج من 50 ل 100 ضعف، وده باستمرار بيستخدم معانا في المواتير. ليه؟ عشان خاطر المواتير احنا عارفين ان اي ستارتنج كارنت في الموتور بياخد من سبع، بيبقى 7 اضعاف التيار الرئيسي، تمام كده. طيب احنا بقى هنا دلوقتي هنتكلم على النوع الاخير اللي هو الدي. تيار الفصل بتاعه بيبقى من 10 ل 20، وده بنستخدمه طبعا في المحولات بقى، في الحاجات اللي هي الحاجات الضخمة يعني. يبقى احنا زي ما اتفقنا عندنا اول واحد اللي هو البي من 3 ل 5، والسي عندنا بيبقى من 5 ل 10، والدي بيبقى معانا من 10 ل 20 ضعف، وده بيبقى في الترانسفورمر. والحماية الحرارية احنا كنا شرحناها في فيديو قبل كده. اخر ملاحظة بس عندنا، ان لما بلاقي ان دي نعمت معايا في الفصل والتوصيل، نعمت ساعات كده المسها تقع على طول، ده انا لازم اغيره عشان خاطر احمي نفسي واحمي بيتي واحمي الحاجات دي كلها. الكبير اللي معانا ده اللي بيستخدم باستمرار في مدخل العمارة، يعني ده ما ينفعش اخده اشغله عندي في البيت، ده انا بشغله في مدخل عمارة او في الحاجات الكبيرة. حبيت بس النهاردة يا جماعة اوضح لكم ازاي انا اقدر اختار، اديك شوية معلومات يعني على المينيتشر سيركت بريكر، واشرح لكم احنا نستخدم ايه في مكانه الصحيح عشان خاطر ما تحصلناش مشاكل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.